وفتحوا خطوط اتصال والتواصل مع إدارة فريق إنبي من أجل التعاقد مع مصطفى شكشك لاعب الوسط والاستفادة بخدمات وجهود اللاعب الذي قدم عطاء متميز في هذا الدوري. الله! مع الدقيقة 16 يظهر صاحب القميص رقم 14 محمد جابر، ومن رأسية رائعة على يسار حارس المرمى عبد العزيز البلعوطي، ومن كرة عرضية جميلة اتلعبت لك الشباك من عرضية اللاعب المتحرك في جهة اليمين أحمد عبد الرحمن سولة، ومن المحاولة الأولى مش ممكن ومش معقولة في الشباك في منتهى الروعة على يسار حارس المرمى الحارس عبد العزيز البلعوطي، اللي كما نتابع هنا اكتفى بالمشاهدة اكتفى بالفرجة ويرى الكرة وهي تحتضن الشباك برأسية راحت على يسار حارس المرمى بعيد ارتقاء من أعلى نقطة وبقت